يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول العلماء إننا نحكم على الشخص بالظاهر، يقول كيف نجمع بين هذا وبين من يقول إن التبرك بالتراب عند القبر شرك أكبر إن قصد أن التراب ينفع بنفسه وإلا فهو شرك أصغر؟ هذه فلسفة، من أظهر الشرك حكمنا عليه بذلك دون هالفلسفة هذه، إن اعتقد إن قال مش الداعي لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه موع المسألة، يموعها ويموع التوحيد بالطريقة هذه، أجل لا تكفرون أحد ولا تحكمون على أحد بالشرك أبدا، حتى تأتي هذه التفصيلات وهذه الفلسفات وهذه. نعم.